دلوقتي خلينا ناخد كده حضراتكم ونروح نتابع مع بعض ملخص سريع لاهم الاخبار والاحداث اللي حصلت امبارح، ومنها الدور اللي بتقوم به منظومه الشكاوى الحكوميه الموحده في مواجهه محاولات بعض التجار لاحتكار سلع او حجبها. ايضا في اخبار ثانيه كمان يا جمانة، نفي الحكومه للشائعات الخاصه اللي ترددت انه هيتم وقف برنامج تكافل وكرامه نتيجه عجز بالموازنه العامه للدوله. دور كبير بتقوم بيه منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وامبارح المنظومة كشفت عن إنها استجابت لعدد كبير من شكاوى المواطنين من خلال التعاون مع الوزارات والمحافظات في مختلف الأجهزة والجهات الحكومية خلال الأيام الماضية. كان من ضمن الشكاوى اللي تم الاستجابة ليها مواجهة محاولات بعض التجار احتكار سلع أو حجبها. كمان امبارح نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقرير شمل إنفوجرافات للحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، واللي تضمن الموافقة على عدد من القرارات فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات اللي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. ده طبعاً بالإضافة إلى ما قام به المجلس من أنشطة، وغير كمان إنه نفى الأخبار اللي انتشرت على السوشيال ميديا بشأن صدور قرار بوقف برنامج تكافل وكرامة نتيجة وجود عجز بالموازنة العامة للدولة، وأكد المركز إنه الكلام ده مش حقيقي وما صدرش أي قرارات بهذا الشأن. وأكد كمان إنه بيتم صرف مساعدات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة بانتظام لكافة المستفيدين بشكل طبيعي على مدار العام، وإن عددهم بيوصل ل 3.8 مليون أسرة حتى الآن، وبتكلفة تصل ل 1.6 مليار جنيه شهرياً و20 مليار جنيه سنوياً.